فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. وكذلك الذي يفارق الجماعة، جماعة المسلمين، ويشذ برأي يخرج به على عقيدة أهل السنة والجماعة، ويتبنى مذهب الخوارج أو مذهب المعتزلة أو مذهب المرجئة أو مذهب القدرية أو أي مذهب من المذاهب المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة، فإنه يكون فيه خصلة من خصال الجاهلية قد تزيد وقد تنقص، وإذا مات على ذلك فإنه يموت على خصلة من خصال الجاهلية.